السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هذه آخر محاضرات الكلينيكال إميونولوجي كورس، ف طويلة شوية طبعا، إن شاء الله تتحملونا. هنحاول نقسمها إلى محاضرتين، شوية صبر إن شاء الله، ونحاول نستوعب إيش الموجود في هذه المحاضرة. طبعا المحاضرة بعنوان إميونو ديفيشنسي سيندروم، يعني معناته أنا في عندي إشكالية في الإميون ريسبونس. الإشكالية طبعا في الإميون ريسبونس معناته أنا في عندي مشكلة في عملية إنه إحنا نتعامل مع الديزيز أو نتعامل مع كانسر أو مع أي فورين أنتيجين. وهذه الإشكالية الإميون ديفيشنسي طبعا هي ممكن تحصل من شغلتين. الشغلة الأولى ممكن تكون عبارة عن برايمري إميون ديفيشنسي، إنه ممكن يكون في عندي مشكلة وراثية أو مشكلة أنا اكتسبتها من خلال إشكالية صارت معي في خلال الحياة على مستوى جينيتكس، يعني خلينا نقول عبارة عن سبوراديك بروبلم، تمام. وهذا الشغلة. الشغلة الثانية إنه ممكن يكون عندي other problem أو other diseases، تمام، أو other مثلا في عندي certain infection، سواء كان على مستوى الفيرال أو سواء كان على مستوى البكتيريال، وهذا أدى إنه يصير في عندي خلل في الإميون سيلز، تمام، على عضل أساس إحنا سميناها secondary. يعني الإميون ديفيشنس أجى من خلال secondary لأذر problem occurred في خلال مراحل الحياة. In general البرايمري اميون ريسبونس، البرايمري اميون ديفيشنسي بتمثل في الخلايا اللي احنا عارفينها طبعا، نعرف للتاكيد انه انا في عندي خلايا الادابتيف اميونيتي وخلايا الانيت اميونيتي. خلايا الادابتيف طبعا تي سيل ممكن يحصل عندنا، سيل ميديتد اميونيتي مشكله ممكن يحصل عندنا، بي سيل بروبلم، انتي بودي ميديتد اميونيتي ممكن يحصل عندنا بشكل عام كسبيسيفيسيتي بروبلم. شغله ثانيه او ثالثه ممكن يحصل عندي انا سبيسيفيك، يعني عندي مشاكل في الفاجوسيتك سيلز في النيتشر كيلر سيل، او ممكن يكون عندي مشاكل في الكومبلمنت. وكانه احنا بنقول انه الخلايا بتاعت الادابت از ويل از خلايا بتاعت ايش بتاعت الانيت ممكن يحصل في فيهم مشاكل. وهذا الامر طبعا ما دام عندي مشاكل على مستوى الادابتيف او على مستوى الانيت اميونيتي سيلز، بتوقع يصير عندي مشاكل كتير على مستوى انفكشن. ممكن يحصل عندي زي ما هو ملاحظ بكتيريا، عندي اوتيتس ميديا، عندي ممكن يكون نيمونيا، تمام، ممكن يكون عندي فانجل انفكشن، بروتوزوال انفكشن، فايرال انفكشن، هذا الكلام كله ممكن يحصل عندنا بشكل او باخر، تمام. في هذا الجانب كمان ممكن يحكي عندنا ريكورنت انفكشن، طبعا ريكورنت انفكشن من خلال البيوجينيك اورجانيزم، وهذا الكلام ممكن يكون نتيجه عندنا ديفيشنسي في موضوع الكومبلمنت، في عندنا بكتيريال نوموسيستس كارنياي، في عندنا سيتوميجالو فيروس، توكسوبلازموزيس، مايكوبكتيريوم، برضه هذه الشغلات ممكن نواجهها من خلال النوموسيستس كارنياي، تمام، او بكتيريا عفوا. ما يكون عندنا إشكالية في موضوع السيل ميديتد اميونيتي، ينتج عندنا هذا الإشكاليات في هذه الباتوجينز الموجودة عندنا. إذا بوت بي أند تي سيل بروبلم، تمام، هذه حتكون عندنا من ضمن مشاكل اميون ديزيز اللي حنواجهها. طبعا التيبل هنا هنحاول احنا نتحدث عن التيبل بشكل تفصيلي، بس هنا من باب الـ 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 الكلام، يعني زي نوع من تلخيص للكلام اللي ذكر سابق، تمام. هننتقل الى البرايمري اميونو ديفيشنسي. ان جنرال البرايمري اميونو ديفيشنسي احنا قلنا في عندنا ديفيشنسي حيكون عندنا مستوى البي سيل بروبلم والتي سيل بروبلم، وهذا الكلام ممكن يحصل بنسبه طبعا قليله، تقريبا واحد في كل 10,000 ممكن يحصل، ممكن كان أقل من هيك كمان نسبة. كما يقال دراسات ممكن تكون قديمة شوية، 50% من الإشكاليات على مستوى antibody deficiency هيحصل عندي، أو 20% ممكن يكون combined antibody problem مع cell mediated immunity humoral مع cell mediated، وممكن يكون عندي 18% تقريبا phagocytic disorder على مستوى phagocytic cells neutrophil أو macrophage، تمام، او ممكن يكون عندي 10% هدول يكون عندي عباره عن ديس اوردر في السيل ميديتد اميونيتي الون بشكل عام. نيجي هنا لدراسه البرايمري، تمام، من خلال يعني تعديل او يعني نعدد
ايش الانواع اللي ممكن تكون في خلال البرايمري. تمام، هنا في الفيجر هذا صحيح موضح لي طبيعه الاميون ديزيز اللي هنتحدث عنها قاطبه، كل الاميون ديزيز تقريبا الموجوده عندي هنا. تمام، من خلال الشرح المفصل بعد ما نشوف هذا الفيجر الموجود عندي. طبعا ذكر لي انا عندي في البون مارو ممكن يكون عندي مشاكل على مستوى البون مارو. تمام، النمبرنج هو نمبر اوف ذا ديزيز كان بي اوكير، يعني في عندنا ديزيز ممكن يكون في رقم واحد في على مستوى الليمفويد سيستم، على مستوى البي سيل بروبلم، على مستوى الماتشور الماتشور البي سيل بروبلم، هذا كلام ممكن يحصل عندنا. ممكن يحصل عندنا كمان اشكاليات على مستوى التي سيل، يعني على مستوى التي سيل وعلى مستوى البي سيل ممكن يحصل عندنا مشاكل، يكون كومباين بروبلم، ممكن يكون مستوى التي سيل الون يأثر على البي سيل، ممكن يكون مشاكل على مستوى البي سيل الون ويحصل عندي مشاكل بشكل او باخر. هنا تحت هي الاسماء لهذه الامراض اللي حنتطرق لها ان شاء الله بالتفصيل الان. المهم، من ضمن البرايمري اميون ديفيشنسي ديزيزز في عندنا ديزيز اسمه سيفير كومبايند اميون ديفيشنسي ديزيز، بقول عنه سكيد، بقول عنه ايش؟ عباره عن سكيد ديزيز. السكيد ديزيز هو عباره عن مشكله في الاميون سيلز از هيتروجين اوس جروب بروبلم. تمام، ممكن تتاثر طبعا عندنا البوث اللي هو سيل ميديتد اميونيتي مع مين؟ مع الهيومورال اميونيتي بشكل او باخر. طبعا اسمه كان بداية له اسمه سويس تايب أجاما جلوبولينيميا، وجدوا من ضمن هذه الأسماء. تمام، ولكن الآن الاسم سكيد اللي هو سيفير كومبايند اميون ديفيشنسي سواء كان هيومورال أو سيل ميديتد اميونيتي هو المتعارف عليه الآن. طبعا هذا الأمر لما بيحصل عندي بتوقع أنه يحصل عندي مايكروبيال انفكشن بشكل عام، فيرال أو بكتيريال أند سو أون، ممكن يكون عندي كانديدا، ممكن يكون عندي نوموسيستس كارنيا بكتيريا. تمام، ممكن يحصل عندنا مشاكل هنا في موضوع ايش؟ الفاكسينيشن لهدول الناس، يعني هدول الناس اللي عندنا بنحكي عندهم سيفير كومبايند بروبلم، ممكن يحصل عندي فاكسينيشن بروبلم لو احنا بدنا نيجي نعطيهم عمليه الاتينويتد فاكسين، لانه بنخاف انه يحصل عمليه رياكتيفيشن لهذا الفاكسين ويكون الامر فيتال بشكل او باخر. السيفير كومبايند اميونو ديفشنسي ديزيز في له سب كلاسز، هنتحدث عن السب كلاسز بالديتيل. إذن سيفير كومبايند اميونو ديفشنسي، تمام، سيفير كومبايند اميونو ديفشنسي في عندنا سب تايبس من هذا الامر. تمام، عندنا تي ماينس بي بلس، تي ماينس بي ماينس، تي ما بلس بي ماينس، عندنا تي ماينس بي بلس. تمام، وعندنا مالتيبل سيستم ديس اوردر حنتحدث عنهم بتفاصيل جاست ليتر اون. إذن في موضوع السكيد مره اخرى، في عندنا تي ماينس بي بلس. ايش يعني تي ماينس بي بلس؟ تي ماينس انه معناته في عندي مشكله في التي سيل، في عندي ابسنت في التي سيل، لكن البي سيل نورمال. تمام، النيتشر كيلر سيل ابروكسيميتلي اوكي، بمعنى احنا قلنا كومباين لانه انا بعرف انه البي سيل عبين ما يصير لها اكتيفيشن لابد يكون عندي التي سيل، ما دام ما فيش عندي تي سيل فمعناته في عندي مشكله في الاميون جلوبولين كلاس سويتشنج، في عندي مشكله في الاميون سيل از ميموري سيل. هذا شغل. شغلة تانية ممكن ألاحظ أن المشكلة صارت عندي في الأوريجينال أو في البروجينيتور بتاعت البي والتي، أو فصار عندي ماينس تي ماينس بي فمعناته بوتي، ممكن يكون عندي بارشل بي بروبلم بارشل تي بروبلم، وهذا ممكن يحصل عندنا. ممكن يكون العكس، التي أوكي لكن البي في عندها بروبلم. أوكي، هذه هي الأنواع الموجودة عندنا في نطاق السكيد ديزيز. نيجي نطلع لأول سب جروب. أول سب جروب اسمه طبعا تي ماينس بي بلس سب جروب. تي ماينس بي بلس في عنا برضو تحت هذا المسمى عنا نوعين، عندنا A إكس لينكد سكيد. إكس لينكد سكيد بشكل تقريبا من 40 إلى 50% من الناس اللي عندهم تي ماينس بي بلس. تمام، تي ماينس بي بلس بس عنا إكس لينكد معناته الإكس كروموسوم انفولد. ايش بيحصل بمختصر الحديث في هذا الموضوع؟ انه انا في عندي مشاكل صارت عندي للجينز الموجوده على الاكس كروموسوم واللي بتعمل اكسبريشن لمين؟ للجاما تشين. تمام، الجاما تشين الموجوده وين؟ في الريسبتورز بتاعت الانترلوكنز اللي موجوده عندي اللي هي 2 4 7 9 15. تمام، وهذا هيأثر في موضوع ايش؟ السيجنال ترانزدكشن بتاع تاثير السيتوكاينز على هذه الخلايا. واضح؟
اذا معناته انا في الصوره عندي موجود انه ممكن يكون القامه فيها ميسنج. اذا انا عندي هنا عباره عن تو تشين اوف ريسبتور لهذه السيتوكاينز الموجوده عندي، معناته في عندي مشكله في عمليه ايش السيجنال ترانزدكشن، فمعناته في الشيء صار عندي ماتوريشن بشكل او باخر في هذا الموضوع. تمام، اذا عندنا بيحصل موضوع البروبلم هذا على مستوى السكس لينك، لكن احنا ممكن نلاحظ انه ممكن يكون في عندنا مشكله اخرى في الاوتوسومال، يعني ممكن يكون عندي اوتوسومال ايش ريسيسيف بروبلم. انا قلنا اكس لينك، لكن في عندي انا ايش الاي فيجر اي اكس لينك فيجر بي، انا في عندي اوتوسومال بروبلم. الاوتوسومال بروبلم انه ما فيش عندي مشكله في الجاما تشين، لكن عندي مشكله وين في موضوع الجاك ستات باتوي. جاك ستات ايش باتوي. اذا البيشنت هنا في رقم او سب تايب بي احنا بنحكي على تي، تمام احنا بنحكي على عفوا على تي ماينس بي ماينس، تمام انه انا في عندي سكيد، تمام وكذا عفوا في عندنا ايش في عندنا السكيد، وكذلك في عندنا عندنا السكيد، وكذلك في عندنا الاكس لينك عفوا، وكذلك في عندي ايش الاوتوسومال بروبلم. قلنا الاكس لينك له علاقه في موضوع الجاما تشين اتسيلف. النوع الثاني الاوتوسومال انه في عندي مشكله في الجاك، بيشنت هاف ميوتيشن في الجين المسؤول عن الاكسبريشن لجاك 3. بنعرف احنا في عندنا جاك ستات باتوي، تمام وهذا عباره عن كاينيز انزيم، معناته مش هيحصل في عندنا ايش اللي هو سيجنال ترانزدكشن اللي حتنتقل عندي من الجاك للتيروسين بتاعت الريسبتور وكذلك للستات، فمعناته حيحصل عندي بلوك في موضوع السيجنال ترانزدكشن، وهلما جرى حيحصل عندي مشاكل في موضوع الجين اكسبريشن. تمام، هذا بالنسبه لهذا الجانب. اذا النوع الاول زي ما ذكرنا في عندنا موجود عندي اشكاليه، تمام اللي هي عباره عن تي ماينس اوكي تي ماينس بي بلس تي ماينس بي بلس تي ماينس بي بلس، بمعنى انه في عندنا هذه الاشكاليه في التي سيل لاين. تي سيل ايش تي سيل لاين. نيجي للاشكاليه الثانيه، طبعا قلنا الاشكاليه هذه بتتمثل في اكس لينكت بروبلم وكذلك في ايش في اوتوسومال بروبلم. الاشكاليه الثانيه تي ماينس B minus T minus B minus. T minus B minus وكأنه أنت بتقول لي هنا عندي إشكالية في T cell و B cell differentiation and so on. T minus B minus برضو إلى سب جروب. أول جروب عنا A adenosine deaminase deficiency، يعني عندي إنزيم اسمه adenosine deaminase، هذا الإنزيم في مشكلة في deficiency في problem. إيش ماله هذا الإنزيم؟ هذا الانزيم بدوره دائما بيعمل لي عمليه تحويل البيورين الى هايبوكزانتين. تمام، الاسم عندي ادينوسين دي امينيز، يعني مثلا لو عندي ادينوسين، الادينوسين في وجود هذا الانزيم ادينوسين دي امينيز انزيم بيعمل لي كليفج لهذا الادينوسين بحولها الى انوسين. لما بكون عندي ديفيشنسي في هذا الانزيم، تمام بيحصل فيه عندنا اشكاليه بانه يصير في عندي accumulation of adenosine، وهذا accumulation of adenosine هو عباره عن توكسيك. تمام، وهذا اللي هيحصل عندنا في موضوع الاميون سيلز. اذا معناته هيحصل عندي مشكله في هذا الديفيشنسي، تمام في الفيلير في التي سيل والبي سيل ديفلوبمنت. ليش؟ ما دام انا ما تكونش عندي ما صارش عندي هذا البناء وهذا عفوا في هذا البناء وهذا الميتابوليزم الموجودة عندي في بناء المخلفات بتاعت الدي ان اي والار ان اي من خلال هذه البروسيس، تمام اللي بيسموها بيورين سالفج باتوي، تمام هيحصل في عندي accumulation of the بيورين، يتمثل سواء كان عندي في الاجوانين او كذلك يتمثل عندي مثلا في عفوا accumulation of guanosine او accumulation of adenosine in general. طيب بس هنا المشكله عندي في الادينوسين دي امينيز انزيم.
في عندنا مشكلة أخرى اسمها بيورين نيوكليوسايد فوسفوريليز ديفيشنسي. إيش يعني؟ البيورين نيوكليوسايد فوسفوريليز إنزيم الديفيشنسي تاعه ليد تو برضو بيلد أب أوف توكسينز. إيش يعني بيلد أب أوف توكسينز؟ معناته هيحصل عندي البريكورسر اللي هيتشكل ويتحول من وان بريكورسر برودكت هيكون في عندي إشكالية، فمعناته هيصير في عندي بيلد أب أوف توكسيك موجودة عندي، وهذا هيعمل عندي دامج سواء كان للدي سيل أو للبي سيل أو كمان للنيورولوجيكال سيستم بشكل أو بآخر. إيش إشكاليته هنا؟ هذا الإنزيم طبعا بيحول لي الجوانوسين، تمام؟ إحنا بنحكي على بيورين سواء كان أدينين أو جوانين، في عنا مشكلة في السينتسيس بتاعتهم، لا هناك إنتاج عندي للجوانين ولا هناك عندي إنتاج لمين؟ للأدينين. فمعناته هيحصل عندي accumulation of guanosine وكذلك accumulation of adenosine، وهذا هيعمل عندي اللي هي الدمج في موضوع التوكسيك توكسيك برودكتس الموجودة عندي في الخلايا. إذن هذا النوع الثاني في إشكالية T-B-. في عنا إشكالية أخرى ثالثة C recombinase deficiency. يمكن تذكروا عنا ذكرنا في عنا هناك إنزيمات اسمها راج 1 وراج 2 recombination activating genes أو تعطيني راج إنزيم 1 وراج 2. هذه الإنزيمز مالهم مهمات في عملية الارانجمنت rearrangement بتاعت الجينز بتاعت البي سيل البري بي سيل وكذلك البري تي سيل في موضوع مين الانتي بادي وكذلك التي سيل ريسبتور rearrangement للجينيتك ماتيريال. لما بكون في عندنا هنا مشكله في هذا معناته في عندنا مشكله في عمليه البيلد اب بتاعت هذه الريسبتورز. اوكي سو اني ميوتيشن في هذه الجينز معناته نون فانكشن جينز، معناته في عندنا الماتوريشن بروسيس ويل بي ستوب، فهيحصل عندي بعد هيك ديد للخلايا. اذا وكانه هنا هيحصل عندي مشكله في التي سيل وكذلك مشكله في البي سيل ديفلوبمنت وهلما جار. النيتشر كلير سيل في الحاله هذه بحكم انه واحد من خلايا الليمفوسايت تبقى ابروكسيميتلي اوكي نو بروبلم في هذا الجانب. طيب هذا نمبر سي لتي ماينس وبي ماينس تي ماينس بي ماينس. اذا تي ماينس بي ماينس يتمثل في اللي هو ديفيشنسي لانزيم، تمام، موجود عندي. هذا الانزيم هو عباره عن ادونيسين دي امينيز ديفيشنسي، وكذلك في عندنا ايش بيورين نيوكليوسايد فوسفوريليز ديفيشنسي، وكذلك في عندنا ركومباينيز انزيم ديفيشنسي اللي بيتمثل في راج 1 وراج 2 ان جنرال. في عندنا ديزيز اخر من ضمن السب كلاسز بتاعت اللي هو السكيد. احنا قلنا السكيد بدينا بتي ماينس بي بلس، 2 تي ماينس بي ماينس، 3 تي بلس بي ماينس. هذا عبارة عن سب جروب. السب جروب هذه بسموها أومن سيندروم. إنه إيش في عندي أنا؟ في عندي ريدكشن أو بارشل أكتيفيتي موجودة عندي. يعني أنا في عندي مشكلة في الراك لكن في عندي أكتيفيتي ما زالت بارشل. المهم هذه الحالة وجدوا إنه الناس اللي عندهم هذا الوضع عندهم ظاهرة وكأنه لوك لايك عندهم زي جرافت فيرسس هوست ديزيز. يعني في عندهم أكتيفيتي للإميون سيلز، تمام، بشكل او باخر بيعطيني كلينيكال بيكتشر وكانه في عندنا جرافت فيرسس هوست ديزيز في موضوع السيستميك بروبلم زي ما حكينا في الجرافت فيرسس هوست ديزيز في المحاضرات السابقه. وجدوا كمان انه هذول الناس في عندهم ديس ريجوليشن في الاميون سيستم وعندهم ماسيف سكين اند جي اي تي انفلتريشن اوف ايزينوفيل. يعني في انفلتريشن بكميه كبيره في السكين وفي الجي اي تي من ايش باي ايزينوفيل، تمام، وكذلك التي سيل هيلبر 2، تمام، اللي بتعمل لي سايتوكاينز. فوجدوا كمان في عندنا هذه التي هيلبر 2 في عندها برودكشن للسايتوكاينز انترلوكين 4 وانترلوكين 5، ففي عندي هايبر اي جي اي سيندروم، يعني الوت برودكشن اوف اي جي اي في هذا الجين، تمام. هذول الناس طبعا هم من ضمن الاشكاليات تاع التي بلس بي ماينس، معناته يكون في عندي مشكله في وين؟ في البي سيل، اوكي، ودائما هذول الناس بيحتاجوا الاميونو سابريس نتيجه طبعا الهايبر برودكشن اوف ذا انتي بودي. هذا الرقم 3. رقم 4
في عنا تي بلس بي بلس، يعني انا في عندي تي اتس اوكي، بي اتس اوكي، لكن في عندي بارشل، في عنا ديس فانكشن في البي والتي. من ضمن هذا السب جروب في عنا اي. ايش اي؟ اي عباره عن بير لينفوسايت سيندروم، انه انا في عندي اشكاليه. وين الاشكاليه؟ في الاكسبريشن بتاعت الاتش ال اي موليكيول. تمام، اذا معناته كانه في عندنا مشكله في الاكسبريشن بتاعت الام ات سي كلاس اونلي دوز انديفيديوال ليكينج ذا اكسبريشن اوف ذا اتش ال اي كلاس 2 موليكيول ود اور ود اوت كلاس 1. يعني ممكن يكون عندي اشكاليه في كلاس 1 صاحب لكلاس 2، او ما يكونش عندي كلاس 2 كلاس 1 اي بروبلم. تمام، اذا التي سيل والبي سيل اتس اوكي، لكن في حاله الابسنس اوف ذا ام ات سي كلاس 2 معناته في عندنا مشكله في عمليه البرزنتيشن للتي سيل، معناته في مشكله في وجود التي هيلبر، واحنا عارفين التي هيلبر مهمه للتي للهيومورال والسيل ميديتد اميونيتي. ايش يقال في هذا الجانب؟ يقال بانه في عندنا ديفكت في ايش؟ في البايندينج بتاعت الترانسكريبشنال فاكتور، يعني في عندنا ترانسكريبشنال فاكتورز. تمام، بتشبك لي عندي على البروموتر تاعت الجين اللي بيعطيني الالفا تشين والبيتا تشين بتاعت مين؟ الام ات سي كلاس 2. فمعناته ما دام في عندنا مشكله في عمليه البايندينج معناته في مشكله في عمليه الترانسكريبشن بروسيس. تمام، وهذا الامر طبعا معناته مش هيحصل عندي عمليه اكسبريشن في هذا الجانب. كمان كما يقال وجدوا انه مصاحب لهذا الاشكاليه انه في كمان ممكن وجدوا ناس عندهم طفره في التاب بروتين اللي هو عباره عن الترانسبورت اسوشيتد بروتين الموجود على سطح اللي هو الاندوبلازم كريتيكولم اللي بتدخل من خلاله البيبتايد اللي بتشبك على الام ات سي كلاس 1 وبصير لها برزنتيشن. فهذا الامر كان مصاحب، عشان كانوا يحكم انه ممكن يكون عندي مشكله في هذول الناس اللي عندهم بير لينفوسايت سيندروم، يا اما يكون عنده مشكله ام ات سي كلاس تي الون او مشكله ام ات سي كلاس 1 يصير في عندنا ليك في البرزنتيشن نتيجه انه ما فيش عندي بيبتايد بايندينج على الام ات سي كلاس. هذا جاي عندنا شيء ثاني في موضوع تي بلس بي بلس. بتذكر في عندنا بروتين اسمه زاب 70 عباره عن كاينيز بروتين، وهذا له علاقه في عمليه السيجنال ترانزدكشن. تمام، في التي سيل اكتيفيشن. تمام، ممكن يكون موجود عندي مشكله في هذا الكاينيز انزيم. تمام، له علاقه في السيجنال ترانزدكشن وممكن يؤدي انه يحصل عندي بارشل بروبلم في موضوع التي سيل اكتيفيتي. اوكي، اذا الخليه كخليه هنا في الزاب 70 النمبر نورمال اتس اوكي، لكن في عندنا مشكله في وين؟ في الفانكشن بتاع هذه الخلايا. الآن ذكرنا هنا إشكاليات، بدينا بالبرايمري تحدثنا عن السكيد وذكرنا في السكيد في عنا تي ماينس بي بلس تي ماينس بي تي ماي تي ماينس عفوا تي ماينس بي بلس تي ماينس بي ماينس تي بلس بي ماينس، وعندنا كمان تي بلس بي بلس زي ما ذكرنا يتمثل في البير لينفوسايت سيندروم وكذلك في الزاب 70. الآن في عنا other disease اخر كمان بيشملوه في موضوع السكيد اللي هو بيقول عنه عباره عن مالتي سيستم ديس اوردر. ان اديشن تو ذا سكيد سيفرال مالتي سيستم انهيريتد ديس اوردر. ايش يعني؟ يعني الديس اوردر بيحصل في other system rather than the immune system، لكن بصير برضه في الاميون سيستم. تمام، بصاحب الاميون سيستم وكانه جنرالايزد بروبلم. مين هذه البروبلم الموجوده عندي؟ البروبلم الموجوده عندي هذه اول حاجه في عندنا ديزيز اسمه ويسكوت ألدريخ سيندروم. ويسكوت ألدريخ ايش؟ سيندروم. ويسكوت ألدريخ سيندروم هو عبارة عن اكس لينك ديزيز. هي كمان مشكلة. ايش يعني؟ في عندنا مشكلة في الاكس كروموسوم بيؤدي انه يصير في عندي نوع من البليدنج. تمام؟ وممكن يحصل عندي طبعا ترومبوسايتوبينيا. في عندي حيصير بكتيريال انفكشن. هذا الكلام ممكن يكون موجود عند هؤلاء الناس. ان جنرال هذا المشكلة في وين؟ انه انا في عندي جينيتك بروبلم ميوتيشن على الاكس لينك. تمام، المسؤول عن بناء بروتين اسمه واسب بروتين اللي هو عباره عن ويسكوت. تمام، ويسكوت ألدريخ سيندروم بروتين. ويسكوت ألدريخ سيندروم ايش؟ بروتين. هذا الويسكوت ألدريخ سيندروم بروتين ايش الوظيفه بتاعته؟
بشكل مختصر هذا البروتين اوكي عبارة عن سايتو سكيلتال بروتين، تمام؟ سايتو ايش؟ سكيلتال بروتين. وهذا طبعا له علاقة في داخل الخلية، يعني في عنا مشكلة في السايتو سكيلتال سيستم، فمعناته في عنا مشكلة عندما تتلقى الخلية سيجنال ترانسدكشن، في عنا مشكلة حيصير عنا في ايش؟ تمام؟ في توصيل السيجنال من الريسبتور الى ايش؟ الى الى طبعا الى اذر كاينيز بروتين او الى اذر ترانسكريبشنال فاكتورز. بشكل اكثر يعني تخصص وجدوا انه في عندنا اشكاليه، تمام، في هذه البروتين، وهذه البروتين بدورها بتعمل اسمبلي للاكتين فيلمنت، لانه قلنا الموضوع موضوع ايش؟ سايتوسكيلتن، وما دام في عندي مشكله في الاكتين فيلمنت هيحصل في الاخر يصير عندي مشكله في الفورميشن اوف حاجه بسموها مايكرو فيزيكلز، تمام، اللي بتساعد في انه يصير عندي ترانسبورتيشن في داخل النيوكليا داخل الخليه عشان توصل السيجنال ترانس داكشن في داخل الخليه. اذا هذه هي بشكل مختصر في موضوع الويسكوت الدريخ سيندروم الموجود عندنا. اوكي، هذول الناس وجدوا انه both T and B cell are functionally abnormal. Patient are unable to respond to polysaccharide. طبعا التريتمنت تاعهم بيعطوهم antibiotic, antiviral. بون برو ممكن يصير عندنا transplantation لو الامور تصاعدت بشكل او باخر. الان النوع الثاني برضو من ضمن المالتي سيستم برضو اتاكسيا تيلانجكتاسيا اسمه. المالتي سيستم جينيتيك ديس اوردر. اتاكسيا ايش؟ تيلانجكتاسيا. اتاكسيا جاي من حاجه اسمها من الاسم اسمه مصل كوردينيشن، في عنا مشكله فيها في الكوردينيشن الكونتراكشن بتاعت المصل، هذا اجت اسم اتاكسيا، تمام. وهذا الاشكاليه موجوده في عندي بروبلم في الجين المسؤول عن بناء الاي تي بروتين، اي تي ام بروتين، اي تي ام بروتين. اوكي، هذا الاي تي ام بروتين مالك؟ هو عباره عن كاينيز بروتين مسؤول عن عمليه الريجوليشن بتاعت السيل سايكل، وكذلك بيساعد في عمليه الريبير بتاعت الدي ان اي. فطول ما في عندنا مشكله في هذا الانزيم في هذا البروتين معناته احنا حيكون عندنا مشكله. وجدوا انه التشيلدرن اللي عندهم هذول هذه الاشكاليات من الاتاكس تيلانجكتاسيا ممكن يصير عندهم ديفلوبمنت لمين؟ للي هو مالجنانسي بشكل او باخر، والنيو بلازم مالجنانسي. نقطه ثانيه في هذا الجانب وجدوا انه هذول الناس كمان عندهم ديفشنسي في الاي جي اي، تمام، وكذلك الاي جي اي، وكانه في عندنا مشكله كذلك في التي في البي سيل من ناحيه اللي هو كلاس سويتشنج، تمام. الان تحدثنا على اشكاليه كومون سكيد ديزيز بانواعها السب كلاسز، وذكرنا كمان في عندنا مالتي سيستم بروبلم والسكيد داخل معاهم. ليش؟ لانه بصيب البي والتي سيل زي ما بصيب اذر سيلز اللي قلنا عنهم عباره عن ويسكوت الدريخ سيندروم، وكذلك مشكله اللي هو ايش؟ الاتاكسيا تيلانجكتاسيا. اتاكسيا ايش؟ اتاكسيا تيلانجكتاسيا. اتاكسيا قلنا اللي هي عباره عن مصل كوردينيشن، والتيلانجكتاسيا في عندنا ايش؟ ابنورمال في الفاسكولار دايلاتيشن زي ما هو موجود عندي في المحاضره. نيجي الان اشكاليه اكثر تتجه اتجاه تي سيل بروبلم. تي سيل ايش؟ بروبلم، او بالمعنى الاصح الى علاقه في موضوع التي سيل والسيل ميديتد بروبلم، ميديتد بروبلم، اميونيتي بروبلم. هذا الامر بيحصل انه في عندنا مشكله هنا انه الناس هذول بكون عرضه للفانجل بكتيريال بروتوزوال انفكشن فايرال او فايرال انفكشن، واحنا بنعرف انه التي سيل هيلب، اذا ممكن البي سيل ينولها من الحب جانب في موضوع البروبلم، انه التي سيل ما دام فيها ديفكت اذا البي سيل مش هيشتغل بشكل كويس، لا ماتشوريشن زي الناس، ولا هيحصل عندي عمليه ايش؟ اللي هو الاكتيفيشن او او وجود ميموري او وجود افكتور سيلز. على كل هذا يتمثل في عده شغلات. في عندنا ديزيز اسمه كونجينيتال تايمينج ابليجيا، او بقول عنه داي جورج سندروم. داي جورج ايش؟ سندروم. اذا وين المشكله هنا في الداي جورج سندروم؟ انه في عندنا مشكله في عمليه التايمس ديفلوبمنت. اذا الديفيشنسي اجاني من التايمس ديفلوبمنت
واحنا بنعرف التايمس هو عباره عن المحطه اساسيه من ضمن البرايمري ليمفويد سيستم اورجان في موضوع السيل ديفرنشيشن بتاع انه يكون عندي تي سي دي 4 وسي دي 8. اوكي، وهذا بقول لي ناتج من ايش؟ انه في عندي اشكاليه في عمليه الديفلوبمنت تاعت البيبي، في عمليه المايجريشن تاعت الفيتال نيورال كريست، فيتال نيورال كريست لمين؟ في منطقه التيرد والفورت فرنجال بوتشز. الناس اللي بيعرفوا اناتومي في هذه الامور بكون عندهم خلفيه اكثر في هذا الموضوع. المهم في عندنا ابنورماليتي على مستوى الديفلوبمنت بشكل او باخر. هذه المشكله اذا معناته في عندي مشكله في التايمس، وكانه ايش بقول لي كمان ممكن الهارت والفيس يصير عندي مشاكل اخرى فيهم. تمام، اذا كان في عندنا مشكله على مستوى الديفلوبمنت في موضوع بتاعت البيبي، التايمس والباراتيرويد الجلاند المصاحبه للتايمس حيكون في عندهم فيل، وحيحصل عندي لوك لايك تايميك ابليجيا، او يحصل عندي هايبوباراتيرويدزم. تمام، التايميك ابليجيا معناته انا في عندي ايش؟ ابسنس اوف ماتشور سيل. احنا ذكرنا وكانه في عندي اميون ديفيشنسي. تمام، بقول لي هذا طبعا قضيه ممكن تكون عباره عن سبوراديك، مش هي هيريديتري. يمكن يحصل مشكله في خلال عمليه الديفلوبمنت للبيبي ويحصل عندي المشكله، يعني مش جاي عمليه جينيتكس من فادر مادر وهذا البروبلم تحصل عندي عمليه انه يصير عندي هناك ايش؟ ديليشن في كروموسوم 21 على الكيو ارم في الساب يونت 1. هذه نقطه. الدايجر سندروم في عندنا ليك في التي سيل، في عندنا فيلر في جنريشن طبعا حيكون في الانتي بادي، وحيكون عندي مشكله بشكل او باخر، يعني لانه في عندي مشكله ابسنس لمين؟ لا اللي هو التايمس في هذا الموضوع. الان من ضمن هذا الاشكاليات اللي احنا بنشوفهم انه في عندي تي سيل وين الدايجورج، ممكن يحصل عندنا مشكله ثانيه تي سيل ديفيشنسي. تي سيل ديفيشنسي ونورمال بريفرال تي سيل نمبر. ايش يعني ديفيشنسي من ناحيه فانكشنينج هنا؟ كيف يعني تي سيل اشكاليه تي سيل بروبلم، تي سيل ديفيشنسي، انه ممكن يحصل عندنا اشكاليه في وين؟ في الفانكشن بتاعت الدي سيل، التي سيل في عندنا مشكله، ويؤدي انه يحصل عندي بروبلم على مستوى الاوتو اميون، كانفكشن، وعندي از اوتو اميون ديزيز ممكن يحصل عندنا في هذا الموضوع. هذه عباره عن مشكله تكون اوتوسومال ريس بروبلم، وهدول الناس ممكن يكون عندهم مشاكل في الزاب 70 في السي دي 3 ابسلون تشين او سي دي 3 جاما تشين اللي علاقه في السيل سيجنال ترانزاكشن. في عندنا جانب اخر في موضوع التي سيل بروبلم سموه اي ال بي اللي هو اوتو اميون ليمفو بروليفريتيف سيندروم. ايش يعني هذا بشكل مختصر؟ هذا عباره عن هيريتد ديزيز، انه في عندي انا ماسف بروليفريشن تمام اوف ذا ليمفويد تيشو. تمام، وكانه هذا الامر بيؤدي الى ايرلي ديفلوبمنت، يعني في عندي تي سيل الوت، ولكن موستلي النمبر اوف ذا سيل تي سيل ذات ار تي سيل سي دي 4 ماينس وسي دي 8 ماينس، يعني ما صارش هناك عمليه ايش؟ خلينا نسميها بولاريزيشن للسيل اللي تكون عباره عن سي دي 4 بلس او سي دي 8 مثلا بلاست. الخلايا بكون عندنا دبل نيجاتيف. المهم وجدوا هدول الناس في عندهم اشكاليه في الفاس بروتين. تمام، وكانه بقول لي انا في عندي مشكله في الخلايا، ممكن انت بتعمل عمليه اللي هو اديوكيشن بشكل او باخر، في عندنا مشكله في الاديوكيشن بحيث انه في مشكله في اصلا كان عندنا مشكله بالفاس. وجدوا هذول الناس عندهم مشكله بالفاس، اذا عمليه الابوبتوسك ابوبتوسس سيجنالينج في عندنا، وجدوا في عندنا مشكله في هذول الناس الموجودين عندنا. وهذا طبعا حيعمل تاثير على الفانكشن بتاع السيلز ان جنرال. هذول الناس طبعا عندهم مشكله في ايش؟ في الابوبتوسس، معناته حيكون عندنا مشكله طبعا في الفاس زي ما هو ذكرنا في هذا الموضوع. هذا جانب. عندنا ديزيز اخر اسمه كرونيك ميوكوكوتينيوس كانديديسيس. هذا اشكاليه كاركترايز خصوصي باي بروبلم انه دائما الناس دول عندهم كانديدا انفكشن للسكان والميوكوس ممبرين. تمام؟ هذول الناس عندهم ايش؟
نورمال تي سيل ميديتد اميونيتي نورمال تمام لأذر مايكرو اورجانيزم ريدر دان كانديدا تمام اوكي. اذا المشكله هنا للكانديدا خاصه, في مشكله في عمليه الميور ريسبونس اجينست كانديدا تمام. البي سيل اوكي ريسبونس تاعها سواء كان للكانديدا او اذرز, التي سيل ريسبونس لاذرز ريدر دان كانديدا تمام, كله ممكن يكون اتس اوكي, لكن في عندنا مشكله في وين في الكانديدا وكانه لوك لايك ذير سيلكتيف ديفكت في الفانكشن بتاعه التي سيل. طيب وكانه احنا تحدثنا الان على مشكله السكيد بالسب تايب تاعها, وكذلك تحدثنا عن المالتي سيستم هاي النقطه الثانيه, وتحدثنا عن التي سيل بروبلم في موضوع الداي جورج والاشياء اللي تبعت للداي جورج سندروم زي التي سيل ديفيشنسي بروبلم تمام من خلال مشاكل اخرى, وكذلك حكينا على موضوع اوتوسومال بروبلم في الاي ال بي في الاوتو اميون لينفو بروليفريتيف سندروم, وتحدثنا كمان كذلك على موضوع الكرونيك ميوكوكوتينيوس كانديديسيس. الان خلينا نتحدث على نقطه اخرى اللي هي بي سيل بروبلم. بي سيل ايش بروبلم؟ بي سيل بروبلم انه في عندنا اشكاليه لها علاقه في البي سيل, وهذه الاشكاليات لها عده انواع منهم اكس لينكد تمام infantile agama globulinemia او بسموه protons agama globulinemia اسمها ظاهره اكس لينك, يعني معناته عندي في مشكله في الاكس كروموسوم. هذه المشكله في الاكس كروموسوم تمام في عندنا اشكاليه بتكون موجوده تمام على الاكس كروموسوم, انه في عندي انزيم اسمه بي او جين بيعطيني بي تي كي جين تمام بي تي ايش كي جين. هذه الظاهره طبعا انه في عندي زي ما احنا شايفين عندي ابسنس في الاول اميونوجلوبولين كلاسز تمام, اذا معناته كانه بتقول لي في عندي مشكله في عمليه الديفلوبمنت بتاعت مين البي سيل تمام, ما فيش مجال للبري بي سيل تروح على تصير عندي ام ماتشور وكذلك ماتشور. إذن هذا الأمر ليش أجا؟ أجا من خلال إشكالية في هذا الجين تمام؟ اللي هو عبارة عن بروتون تمام؟ من اسم بروتونز أجاما جلوبولينيميا تمام؟ تايروسين كاينيز إنزيم أو جين تمام؟ هذا بروتون تايروسين كاينيز. إيش بدوره هذا الأمر؟ إيش بدوره هذا الإنزيم؟ هذا عبارة أوكي؟ one of the proteins or the kinases that's important لعملية الديفلوبمنت للخلية. فمعناته الخلية مش يصير عندها signal transduction بشكل أو بآخر, إذا هذا الكينيز مهم عشان تحصل signal transduction ويحصل عند عملية الديفلوبمنت لمين للبي سيل بشكل أو بآخر. إذا هذه الإشكالية موجودة عندنا هنا. هذا الديفيشانسي موجود ومن ضمن الاشكاليات, معناته في شيء عندي انا كلاس سويتشنج, وكانه انت بتقول لي مش هيصير عندي هناك برودكشن لانتي بادي سواء كان اي جي جي او اذر انتي اي بادي. نوع اخر من المشاكل البي ترانزيت هايبوغلام جاما جلوبولينيميا ترانزيت, يعني وجدوا ان في بعض الاحيان اطفال عمرهم 5-6 شهور بيحصل عندهم باسيفلي ترانزيت ببينش عندهم هذا الترانزيت لانه الاي جي جي بتاعت الام موجود, بعد ما يختفي الاي جي جي بتاعت الام بيبدا يظهر عندهم اللي هو ايش اشكاليه في الاي جي جي ديفيشنسي في هذا الامر. اوكي هذه من ضمن الاشياء في هذا الموضوع نوع من الترانزيت الاي جي ام اوكي والاي جي اي ابروكسيميتلي نورمال, لكن الاي جي جي فيها اشكاليه ربا للسويتشنج بتاعت الاي جي جي في عندنا اشكاليه. اللي بعده رقم سي كومون فيريبل اميون ديفيشنسي. كومون فيريبل اميون ديفيشنسي وجدوا ان هذول الناس في عندهم ديكريز في الاي جي جي والاي جي اي, لكن عندنا الاي جي ام ابروكسيميتلي نورمال اور لو تمام. ايش اللي بيحصل عندي انه البي سيل صار عندها فيل
to make plasma cell. إذا البي سيل فيل تو إيش؟ فيل تو ماتشور تو ذا بلازما سيل. أوكي؟ هذا المشكلة بشكل أو بآخر. إذا في عنا الوضع الجينيتكس تاعه مش واضح تمام، لكن في عنا مشكلة في هذا الأمر سموه كوبون فيريبل إميونو ديفيشنسي. التريتمنت تاعه انترافاسكولار جاما جلوبولينيميا، بتعطي أنتي بادي عشان تعوض الأنتي بادي. كمان في عنا سيلكشن ممكن يحصل، أمر عليه مع السريع. بعض الأحيان الأي جي إي ديفيشنسي والأي جي إم ديفيشنسي ممكن يحصل عنا مشكلة في هذا الجانب. الآن في عنا disorder له علاقة في التي سيل بي سيل interaction. أول disorder من هذا disorder اسمه هايبر اي جي ام سيندروم. إيش يعني هايبر اي جي ام سيندروم؟ بشكل مختصر إنه أنا هذول الناس إيش بكون عندهم طفرة في سي دي 40 ليجند. إذا إحنا بنعرف في الكونتاكت بتاعت البي سيل مع التي سيل لابد يكون عندي كونتاكت سي دي 40، لانه البي سيل عباره عن انتيجين برزنتنج سيل سي دي 40 على السي دي 40 ليجن بتاعت التي سيل تمام. اذا في عنا مشكله هنا في السي دي 40 ليجن، معناته ايش هيحصل؟ هيصير في عنا بلوك في عمليه ايش؟ الديفرنشيشن بتاعت البي سيل. المشكله في الكلاس سويتشنج، المشكله في تكوين ميموري بشكل او باخر. اذا وكانه البي سيل بتضل عباره عن الاي جي ام بس، فدائما في عندي اي جي ام، هذا الاساس سموه اكس لينكد هايبر اي جي ام. سموه ايش؟ اكس لينكد هايبر اي جي ام سيندروم، اكس لينكد هايبر جي ام سيندروم. اذا في عندنا لوس في هذا الموضوع. اذا لوك لايك لا عندي ميموري ولا عندي ايش؟ ديفرنشيشن، ولا عندي حيكون فورميشن لبلازما سيل. وهذا يعني كانه بتقول لي اي انتيجين بسموه تي dependent antigen هيكون في عنا مشكلية في عملية immune response against. لكن T independent antigen it's okay. ليش؟ لأنه IgM عندي أنا شغال، ففي عندي مشكلة في هذا الموضوع. وجدوا كمان إنه هدول الناس بعض أحيان بصاحبهم اللي هو autoimmune disease، يعني من كتر ما عندي IgM تمام ممكن يتولد عندي IgM against neutrophil against red blood cell against platelets. النقطة الأخرى عندنا اكس لينكد ليمفو بروليفريتيف ديس اوردر، هذه ظاهرة وجدوها بسموها دونكان سيندروم على اسم العائلة اللي اكتشفوا فيها تمام. المهم وجدوا انه في عندنا في هذا هذول الناس عنده انابيليتي للتي سيل تو ريجوليت بي سيل تمام، وفي تو ريجوليت بي سيل في مشكلة، وذكروا انه المشكلة هنا في بروتين اسمه ساب بروتين اس اي بي بروتين تمام. وهذا البروتين له علاقه في اللي هو سيل سيجنال تمام. فوجدوا هذول العائله الموجوده عندنا دونكان فاميلي وجدوا عندهم هذا البروتين اسمه ساب بروتين، وهذا الساب بروتين له علاقه في السيجنال سيل سيجنال ترانزدكشن، فادى انه يحصل في عندنا مشكله في الانتر سيتوبلازميك سيجنال ترانزدكشن فاوجد هذا الاشكال. في عنا إشكالية الآن، وكأنه أنت الآن بتقول لي أنهيت من موضوع التي سيل بي سيل بروبلم، ذاتس رايت، بموضوع اللي هو الأدابتيف إميونيتي سيل. نيجي للجانب الآخر، معلش المحاضرة طويلة شوية، موضوع الفاجوسيتيك بروبلم، وكأننا إحنا هنحكي عن الإنيت إميونيتي بروبلم، إنيت إميونيتي سيل بروبلم. في عنا مشكلة في عملية الفاجوسيتيك بروبلم، وإحنا قلنا عملية الفاجوسيتيك إنه لازم الخلايا تيجي عندي على البلاد فيزل، في البلاد فيزل تعمل اتاشمنت ادهيجن، وبعدك تعمل ايبيديسيس تطلع عندي على موضوع ايش؟ على اللوكيشن اللي صار في عندنا انفكشن. اذا وكانه بقول لي في عندي مشكله اسمها ليكوسايت ادهيجن ديفيشنسي، انه انا مش قادر اعمل عمليه ادهيجن على مين؟ على الليجن بتاعتي الموجوده على الاندوتيليال سيل. وكانه بقول لي في عندي ديس اوردر جروب اوف ديس اوردر، يعني وكانه بيقول لي ممكن انا احط في عندي ال اي دي ليكوسايت ادهيجن ديفشنسي 1 وليكوسايت ادهيجن ديفشنسي 2. يمكن الصوره عندي واضحه اختصار للحكي في هنا. ال اي دي 1 تمام الموجود عندي اوكي، في عندي بروبلم هنا هو عباره عن كونجينيتال بروبلم تمام، موجوده عندي انه في عندنا ميسنج في البيتا تشين، ميسنج في البيتا تشين زي ما انت شايف.
ما دام عندي مسك من البيتا تشين وانا عندي الفا تشين للنيوتروفيل، اذا الليجند الموجود عندي هنا مش هيشتغل اللي هو البيتا سيلكتين، مش هيصير في عندي ايش ارتباط على البيتا سيلكتين. اذا معناته في عندنا حيكون مشكله في ايش، في اللي هي الانتيجرين الموجود عندي اللي بتكون من الفا وبيتا تشين، اذا مش حيصير نتيجه زي الناس. اوكي، ممكن كمان يحصل عندنا مشكله اخرى، انه يكون عندي مشكله مس في وين، في سيلكشن ليجند نفسه بشكل عام ككل. في عندنا احنا ليجند اسمه سيلكتين، تمام اوكي، وعندنا اي سيلكتين، واضح. هذا الامر موجود عندنا، انه بصير في عندنا مشكله في الليجند بتاع السيلكتين، عفوا في عندنا اي سيلكتين، في عندنا عفوا هنا له ليجند للسيلكتين زي ما احنا شايفين، في عندنا مشكله في الفانكشن بتاعت هذا الليجند. الصحيح هنا يعني كتفسير من ناحيه بروبلم، تمام، في موضوع نمبر 2 يقال انه في عندنا مشكله في مشكله الفيوكوز، يعني بمعنى اصح في حاجه بيسموها عمليه فيوكوسيليشن لازم تصير عندي لهذا مين، لهذا الليجند بتاع السيلكتين. انا بحكي على النوع الثاني الاي دي 2، تمام. فهذا الفيوكوسيليشن يعني اديشن اوف ذا فيوكوز شوجر، شوجر اسمه فيوكوز، تمام. في عندنا مشكله في ايش، تمام، اللي بينقل الفيوكوز اوكي على هذا الليجند، لانه الليجند عشان يشتغل لازم يجي عليه ايش، فيوكوز. طول ما في عندي مشكله في الفيوكوز ترانسبورت اللي هو الجين المسؤول عن بناء هذا الفيوكوز ترانسبورتر، في مشكله، فالفيوكوز مش هيجي عندي على الليجند، معناته مش هيكون عندي الليجند فانكشن فيري ويل عشان يشبك على مين، على الاي سيلكتين، الليجند بتاع السيلكتين، ومعناته مش هيحصل عندي عمليه ايش، البايندينج. وضحت؟ اذا ال اي دي 1 مشكله في البيتا تشين بتاعه الانتجرين، في مش هيربط عندي على الليجند بتاعه، وال اي دي 2 هي عباره عن مشكله في الليجند بتاع الاي سيلكتين. اذا معناته في عندي مشكله ادهيجن بشكل او باخر، معناته هيحصل وكانه ايش بيصير عندي، يعني لو انا هذول الناس رحت عملت لهم سي بي سي، هلاحظ الوايت بلاد سيل عاليه، لانه ليش بلاد سيل عاليه، الوايت بلاد سيل والنيوتروفيل الحرقيه عاليه، ليش؟ لانه انا في عندي انفلاماتوري صارت هنا من خلال الماكروفيج اللي اصلا موجوده، طلعت لي سيتوكاينز، لاحظت لي من السيتوكاينز على البون مارو جي ام سي اس اف، طلع لي النيوتروفيل لانه في عندي بروبلم، لكن النيوتروفيل في السيركوليشن الوت، تمام، لكن حتلاحظ انه في عندك البص ما زال موجود، الانفكشن ما زال، عفوا لا الانفكشن ما زال موجود، ليش؟ لانه انا مش قادر اخرج من البلاد فيزلز من خلال عمليه ابيديسيز واروح عندي على مين؟ على اللي هو اللوكس بتاع الانفلاماتوري بروسيس. اذا ممكن يكون عندي الوايت بلاد سيل عالي لكن نو مينينج في الوايت بلاد سيل والانفكشن ما زال موجود عندنا. اوكي. اذا في عندنا هذا جانب. جانب ثاني في الاشكاليات بتاعت الفاجوسيتيك بروبلم، احنا هنا العلاقه في الادهيجن. جانب ثاني ديزيز اسمه كيدياك هيجاشي سيندروم. بمختصر الحكي في كيدياك هيجاشي سيندروم، هي مشكله موجوده عندنا، احنا بنعرف هي مشكله اوتوسومال طبعا ريسيسيف. هذه الاوتوسومال ريسيسيف بروبلم الاشكاليه عندي في عمليه الفيوجن بروسيس. ايش يعني اشكاليه الفيوجن بروسيس؟ احاول اختصرها بجملتين. الكيدياك هيجاشي سيندروم انه انا في عندي ميوتيشن في بروتين اسمه لايسيت، تمام، هذا البروتين، تمام، بيساعد في عمليه الترافيكينج بتاعت اللي هو الباتوجين، تمام. احنا بنعرف الباتوجين لما بيدخل عندي في الفاجوسوم في بصير له اندوسيتوسيس، بصير عندي فاجوسوم، الفاجوسوم هذا لازم يرتبط باللايسوسوم، في عندي بروتين اسمه لايسيت موجود على الممبرين تاع الفاجوسوم في طفره، هذه الطفره، تمام، هتعمل اشكاليه في الفانكشن بتاعت اللايسيت. ليش؟ لانه الترافيكينج اللي هتحصل عندي
ويصير عندي عمليه الفيوجن بتاعت الفاجوسوم مع اللايسوسوم، اللايسيت بيلعب دور مهم جدا في هذا الانتراسيلولار ترافيكينج. واضح؟ فهيحصل عندي وجود فاجوسوم وكذلك اللايسوسوم موجود. اذا نو مينينج لللايسوسوم الانزيم، تمام؟ اذا معناته ما فيش عندي عمليه دايجستشن ولا عمليه الكيلينج، ولا هيحصل عمليه بروسيسنج للانتيجين بتاعت الباتوجين، ولا هيحصل الا عمليه برزنتيشن. واضح؟ اذا هذه هي الاشكاليه بتاعت ايش؟ كيدياك هيجاشي سيندروم، تمام؟ في هذا الموضوع، هذا مختصر الحكي في هذا الجانب. الديزيز الاخر اسمه كرونيك جرانيولوميتس ديزيز. كرونيك جرانيولوميتس ديزيز، كرونيك جرانيولوميتس ديزيز بشكل برضه مختصر في هذا الجانب، هو عباره عن ديزيز له علاقه بعمليه الكيلينج بروسيس، تمام؟ انه ممكن تحصل عمليه الانجستشن واخذ الفاجوسوم 100% واللايسوسوم ولا مجره، لكن وجدوا هنا في عنا اشكاليه. طبعا هي عباره عن مشكله موجوده، ممكن يكون كما يقال منها 70% اكس لينكد، ممكن يكون اذر بروبلم. المشكله هنا انه الباتوجين، اوكي، في عنا لو صار عندي عمليه كيلينج للباتوجين، تمام، مش هيكتمل عمليه الكيلينج بروسيس بتاعتهم. ليش مش هيكتمل عمليه الكيلينج بروسيس، تمام، في داخل اللايسوسوم؟ اذا ما فيش مشكله في عمليه الفيوجن، لكن المشكله كما يقال في اللي هي عمليه الفانكشن بتاعت الجينيريشن بتاعت الهيدروجين بيروكسيد. احنا بنعرف انه في عنا لابد يتشكل هيدروجين بيروكسيد از اوكسجين راديكلز وهو توكسيك، تمام؟ وهذا الامر صحيح اشكاليته في وجود او في عمليه البناء بتاعت الهيدروجين بيروكسيد، وكانه عمليه الاكسديشن بات واي او الاكسديتيف بات واي هتكون في عندها ديفكت، فمعناته مش هيحصل عندي فورميشن لهذا الامر. بدون تفاصيل كثيره، انه انا في عندي اشكاليه في السيتوكروم، بنسمع بالسيتوكروم بي 5 5 8، وهذا ما دام في عندي مشكله في السيتوكروم بي معناته عمليه الاكسديتيف بات واي مش هتصير، مش هيحصل عندي H2O2 فورميشن. هذا مختصر الحكي في هذا الديزيز، معناته مش هيحصل عندي ايش؟ هيكون في عندي مشكله في عمليه الفاينل ستيب بالنسبه لعمليه الكيلينج لمين؟ للباتوجين. اوكي، في عندي اشكاليه اخرى، انترفيرون جاما ريسبتور. احنا ما زلنا بنحكي على مشاكل انيت. ايش يعني انترفيرون جاما ريسبتور؟ انه ممكن يكون في عندنا، احنا بنعرف لو انت تصورت انت الان في عندك نيتشر كيلر سيل، والنيتشر كيلر سيل تحتاج الى انترفيرون على اساس تتنشط، الماكروفيج تحتاج الى انترفيرون عشان تتنشط. اذا كان في عندي مشكله في الانترفيرون جاما، تمام، مشكله في الريسبتور، في الجين طبعا المسؤول عن هذا الريسبتور، معناته في مشكله في السيجنال ترانسدكشن اللي هتيجي، مشكله في موضوع الاكتيفيشن بتاعت الماكروفيج. يلا يا ماكروفيج مش هتعرف تطلع عندي تيومر نكروسيس تيومر نكروسيس فاكتور الفا، تمام؟ فمعناته هيحصل عندي مشكله سواء كان في الفاجو سيتيك او في الماكروفيج فانكشن او في النيتشر كيلر سيل فانكشن في هذا الموضوع. واضح؟ اذا ممكن يحصل عندنا مشكله في هذا الجانب، او مشكله ممكن يكون في التول لايك ريسبتور سيجنال كذلك، تمام؟ في هناك كمان بيتحدثوا انه ممكن يكون عندي النيتشر كيلر سيل يكون فيها كذلك ديفيشانسي، تمام؟ ممكن يكون عندي النيتشر كيلر سيل برضو كمان ديفيشانسي، من ضمن الامراض اللي ممكن تكون موجوده انه النيتشر كيلر سيل في عندها ديفكت. وبهذا الموضوع بمختصر الامر هنا انه النيتشر كيلر سيل ممكن يكون عندهم ديفكت في الاف سي ريسبتور. تعرف انه النيتشر كيلر سيل في عندها شغل على مستوى الاميون ريسبونس في موضوع الاي دي سي سي،
وهذا الامر بصير في عندنا اشكاليه في وين؟ في السي دي 16 اللي هو السي دي 16 بشكل لي ايش؟ الاف سي ريسبتور بتاعتي الانتي بادي اي جي جي. اذا في عندنا مشكله في موجود في هذا as well as كما يقال انه في عندنا ممكن يحصل اكس لينكت بروبلم، انه وجدوا انه في عندنا مشكله في بعض من البروتين بسموه جاتا 2 بروتين as transcriptional factor اسمه جاتا 2، وهذا ممكن يؤدي الى مشكله في موضوع عمليه الكويلينج بتاعت ال. احنا بنعرف انه في محتاجين انزيم اسمه هيليكيز، فمعناته لو في عندي مشكله في الجاتا 2 فحيكون في عندي مشكله في عمليه ايش الهيليكيز فانكشن في انه يعمل عمليه اللي هو ايش اوبننج لا الدي ان اي. النقطه الاخيره في هذه المحاضره، معلش احنا اطلنا على اساس ننهي هذا الموضوع. النقطه الاخيره في موضوع الكومبلمنت ديفيشنسي، كومبلمنت ديفيشنسي اذا وكانه انت كان حكيت لنا على البرا على الادابتيف زي ما ذكرنا عن موضوع الكومون بي تي بروبلم، بعدين حكينا عن التي بروبلم عن البي بروبلم، وكذلك الان حكينا على موضوع التي سيل عفوا على موضوع الانيت سيل بروبلم في الادهيجن في الفاجوسيتيك بروبلم في لاست ستيب كيلينج في النيتشر كيلر سيل على مستوى او الماكروفيج سيجنال ترانزدكشن على مستوى الانتر فيرون جاما ريسبتور. النيتشر كيلر سيل ممكن يكون فيها بروبلم، تمام. الان نيجي نتحدث على موضوع الكومبلمنت بروبلم. كومبلمنت بروبلم، الكومبلمنت بروبلم هي اخر نقطه عندنا، معلش طول عليكم في المحاضره هذه، انه ممكن يكون في الايرلي كومبوننت بتاعت البروبلم في عندنا مشكله، تمام. ايرلي كومبوننت، تمام، في وجود يكون عندي هناك اوبزنن زي سي 3 بي او سي مثلا 4 بي بشكل او باخر. اذا ما دام في عندي مشكله، اذا حيكون عندي مشكله في الكاسكيد بشكل او باخر. الرسمه اوكي من باب المراجعه المعرفه، في عندنا بيحصل مشكله انه بيحصل عندنا بيشنت يكون عنده ديفيشنسي في السي 1 والسي 4 او في السي 2 كذلك اللي هو الكومبلمنت نمبر 1 و 4 و 2، تمام. وهذا طبعا هياثر على كلاسيكال بات واي او السي 3 موجود عندنا، حيكون في عندنا مشكله في الالترنيت. طبعا هذا حيكون عرضه لايش؟ لبكتيريا الانفكشن، لانه الكومبلمنت بيشتغل في عمليه الديفنس ميكانيزم، بالاخصيه الانكابسوليتد بكتيريا زي الستربتوكوكس نموني، ستربتوكوكس بايوجينيز والهيموفلاس انفلونزا، معناته في عندي اشكاليه حتكون موجوده بشكل او باخر. هذا الكلام ممكن يكون موجود. وجدوا كمان انه الناس اللي عندهم سيستم كلوبس اريتروماتوسس، تمام، وكانه صار في عندي سيمتوم زي السيستمز بتاعتهم، تمام، سيمتومز وكانوا زي تشبه السيمتومز بتاعت اللي هو الاميون اوتو اميون ديزيز سيستم كلوبس اريتروماتوسس، لانه سيستم كلوبس اريتروماتوسس زي ما احنا عارفين من كتر ما بيحصل عندي انتيجين انتي بودي رياكشن بيحصل عندي كونسيومنج لمين؟ للكومبلمنت سيستم كونسيومنج، تمام. وهذا الكلام بلاحظه في اس ال اي، فتحس انه لوك لايك في عندنا اشكاليه متشابهه في هذا الموضوع. المهم deficiency of the mannose binding lectin برضه ممكن الاحظ في عندي مشكله في هذا الموضوع. اذا حيكون عندي هاي الانفكشن نتيجه deficiency خاصه في موضوع سي 3 بشكل عام. في عندنا مشكله بتكون في ايش؟ في اللاست ستيج. ايش يعني في اللاست ستيج؟ انه انا في عندي مشكله في السي 5A في 6 7 8 او سي 9، معناته ما فيش عندي ممبرين اتاك ايش كومبلكس في هذا الموضوع. هذا الكلام ممكن الاحظه في موضوع الكومبلمنت ديفيشنسي. في عندنا ممكن يكون كمان مشكله اخرى مش في الكومبلمنت نفسه، في اللي بيعمل كنترول للكومبلمنت، تمام، وممكن يعمل حاجه بيسموها ريدري انجيو اديما. ايش يعني؟ انه احنا بنعرف في عندنا سي 1 في عندنا انهبيتور بسموه سي 1 استريز انهبيتور بيحبط عمليه ايش الفانكشن بتاعت السي 1، تمام، انه يتشكل عندي السي 1 كومبلكس. المهم مش هيصير عندي اكشن للسي 1 على السي 4 ولا على السي 2، تمام. وكذلك هيحصل عندي كمان كالكرين سيستم از اولسو ان كنترول. اوكي، ما دام عندي هذه المشكله
معناته هيحصل عندي فانكشننج للسي او للكومبلم بشكل عام، هتشتغل وهتعمل عمليه جنريشن للانفلاتوكسين. ومن ضمن الشغلات اللي ممكن تعملهم الانفلاتوكسين اللي تعمل انكريز بيرميابيليتي فاسكولار بيرميابيليتي وتعمل اديما، فممكن ياثر في الحاله هذه على اللارينكس ويعمل لي اوبستراكتيف اير واي باسج زي ما هو موجود عندنا هنا. تمام، هذه من ضمن المشاكل بتاعت هذا الامر. اخر نقطه في هذه المحاضره في موضوع الكومبلمنت، انه ممكن يحصل عندنا مشكله في انزيم ديفيشانسي. ايش يعني؟ في عندنا مشكله بسموها جلايكوسيل بفوسفاتايد الانوسيتول بروتين ديفيشانسي. بمعنى مختصر انه بنعرف احنا دائما من رحمه الله عنا انه الكومبلمنت ما بيشتغلش على الخلايا بتاعتنا، لكن ممكن يحصل انه في هناك صار عندي اشكاليه مرضيه. الاشكاليه المرضيه وين بتصير؟ في عندنا زي انكور، حاجه بسموها اريال. تمام، انكور، هذا الانكور بروتين، مجموعه بروتينات منهم اوكي بروتين اسمه جلايكوسيل فوسفاتايد الانوسيتول بروتينز، عندهم ماده اديشن اسمه جلايكوسيل فوسفاتايد الانوسيتول. اوكي، ما له هذه المركب؟ هذا موجود على السيرفس، تمام، مصاحب للبروتينات الموجوده عندي على السيرفس تحت الريد بلاد سيل، الليمفوسايت، الجرانولوسايت، البليتلتس، اندوثيليال سيل، هلم جرى. الان هذا ماله؟ بروح بشبك عليه، تمام، اللي هو السي دي. اوكي، عفوا، هذه مجموعه البروتينز اوكي الموجوده عندنا لازم تنبني، لو بروتين جلايكوسيل فوسفاتايد الانوسيتيل بروتين. هذا الانزيم المسؤول عن بناء هذا الانكور في مشكله. في ايش؟ في مشكله. ما دام في مشكله في هذا الانكور، تمام، من خلال الانزيم اللي ببني هذا الانكور، معناته مش هيجي يقعد عليه الانتي كومبلمنت. زي مين؟ زي السي دي 55 والسي دي 95. تمام، فمش هيش مش هيقعد عليه السي دي 55 والسي دي ايش 55 و 59، يعني مش هيعملوا لي كومبلكس مع بعض as a complex as a family of the protein. تمام، اذا في عدم وجود الجلايكوسيل فوسفاتايد الانوسيتول مش هتتشكل هذه المجموعه من هذه البروتينات. تمام، اللي بنقول عنهم ديكي اكسلريتنج فاكتور او بروتين سي دي 55 وسي دي 59، مع مين؟ مع الجلايكوسيل فوسفاتايد الانوسيتول. فهذا حي ايش هيحصل؟ يكون عندي اشكاليه انه هذا الكومبلكس مش هيصير ومش هيعيق. ما دام ما فيش عندي هذا الكومبلكس مش هيصير في عندي اعاقه للكاسكيد بتاعت مين؟ بتاعت الكومبلمنت. وبالخصية طبعا دور ال 55 والسي دي 59 اللي هم دخل في فورميشن اوف ميمبرين اتاك كومبلكس اللي بتشكل من اللي هو ال 6 سي سي 6 و 7 و 8 وكذلك اللي هو وجود اللي هو السي 9 اللي بيكون بشكل اللي هو البورز في داخل السيل ميمبرين. اذا بهذا بيحصل عندنا هذه الاشكاليه. فوجدوا انه في ناس، طبعا هذه مشكله جينيتكس، تمام، وجدوا انه في هناك ناس عندهم بروبلم اسمها باراكسيسمال نكتوريال هيموجلوبينوريا، عندهم مشكله في الانزيم اللي ببني الجلايكوسيل فوسفاتايد الانوسيتول. تمام، ايش وجدوا هذول الناس عندهم هذا الديزيز؟ تمام، الديزيز هذا وجدوا فيه ديفيشنسي في هذا الانزيم اللي ببني او اللي بيعمل برودكشن لهذا الانكور زي ما احنا شايفين هنا في هذا الديزيز. اوكي، معناته ايش هيحصل عندي؟ هيعطي مساحه للكومبلمنت كاسكيد يشتغل ويعمل عندي عملية اتاك للريد بلاد سيل ممبرين. هذا الكلام ممكن يحصل عندنا ايش؟ في الليل. ليش؟ لانه انا الكومبلمنت بحتاج الى اسيديتي، لانه في الليل بيكون الاسيديك ميتابولايت اسيد الوت، والشوجر ما زال ما صارلوش كونسيوم، فهذا بيكون برضه مساعد لمين؟ للكومبلمنت يشغل الكاسكيد بتاعته. تمام، انه الكومبلمنت ايش؟ يشتغل عندي ويعمل عمليه الهيموليسيس للريد بلاد سيل. فعشان هيك بيحصل، بتقوم الصبح للشخص هذا المصاب بهذا المشكله بيعمل يورينيشن، فتحس انه اليورين صار فيه ايش؟ هيموجلوبين، فحس عندك هيموجلوبين يوريا. هيموجلوبين ايش؟ يوريا. وهذا الكلام بصير نكتوريال في الليل.
واضح. وهذا الديزيز اسمه براكسيسمال نكتوريال هيموغلوبين يوريا ناتج من هذا الديفيشنسي في الانزيم، فهيحصل عندي انترفاسكولار هيموليسيز، تمام، مشكله حتكون موجوده في الكومبلمنت حيشتغل، تمام، سواء كان اللي هو الاكتيفيشن بتاع الالترناتيف بات واي، ممكن يؤدي انه يصير عندي ترومبوسايتوبينيا، يصير عنده ليمفوسايتوبينيا، يصير عندي مشاكل في البليتلتس بشكل او باخر من ناحيه اللي هي ترومبوسايتوبينيا. بهذا بنكون انتهينا ان شاء الله من الكلينيكال اميونولوجي كورس، وانتهينا من المحاضره الاخيره في موضوع الاميون ديزيز على مستوى الادابتيف اميونيتي سيلز، على مستوى الانيت اميونيتي سيلز او بمعنى الاصح الاليمنت، سواء كان سيلولار اليمنت او الهيومورال اليمنتس بتاعت الادابتيف بتاعت الانيت اميونيتي. شكرا كثير، وان شاء الله بعيد وبكرر، اذا كان في هناك اي كويستشن للمحاضرات اللي ان شاء الله يكون موجودين عندنا في التعليقات، وحيكون هناك ان شاء الله محاضره لاحقه في ان نجاوب على الاسئله واي اشكاليه ان شاء الله رب العالمين. بالتوفيق، ومتاسف للسرعه مره ثانيه، وسامحوني على التقصير، والسلام عليكم ورحمه الله.